السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اختبار لمادة التقنية الرقمية للصف الأول الثانوي. موجود على القناة العديد من الاختبارات والمراجعات والملخصات الخاصة بالصف الأول الثانوي. يمكنك الاطلاع على هذه الفيديوهات في القناة. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: برنامج مجاني مفتوح المصدر يستخدم لتحرير الصور وتفتيحها وتحسينها. جيم، فوتوشوب، بروكريت. جيمب. تتكون الصورة الرقمية من نقاط ملونة صغيرة يطلق عليها بيكسل، نانو، فوتون، بيكسل. تقاس دقة الكاميرا الرقمية بما يسمى الميجا بيكسل، ويحتوي على 100 بيكسل، 1000، مليون، مليون بيكسل. أحد أنظمة ألوان الصور الرقمي يعد الأفضل لعرض الصورة على الشاشة، وينشأ من مزج الألوان أحمر أخضر أزرق CMYK RGB نظام التدرج الرمادي RGB. أحد أنظمة ألوان الصورة الرقمية ويعد الأفضل لطباعة الصور وينشأ من مزج الألوان سماوي أرجواني أصفر أسود CMYK RGB نظام التدرج الرمادي RGB. الامتداد أو التنسيق الذي يستخدمه برنامج جيمب لحفظ المشاريع وإعادة فتحها والتعديل عليها هو كما ذكرنا HCF، GIF دي رسوم صور متحركة، GPG دي صور. من أدوات برنامج جيمب والتتيح لك جعل الصور أكثر إشراقا أو إعتاما: التشبع، الإيضاح، أداة المنظور، الإيضاح. من أدوات برنامج جيمب وتستخدم لجعل الألوان غنية بزيادة تركيز الألوان أو باهتة: تشبع، إيضاح، أداة المنظور، تشبع. عن عدد أنواع الطبقات الموجودة في برنامج بنسل ثنائي الأبعاد: بنسل 2D طبقة واحدة 4 طبقات، 10 طبقات، 4 طبقات. برنامج مجاني يستخدم لإنشاء رسوم متحركة مرسومة يدويا: بنسل ثنائي الأبعاد، بنت نت، إنك سكيب. بنسل ثنائي الأبعاد. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تقاس دقة الكاميرا الرقمية بما يسمى الميجا بيكسل. إجابة صحيحة. العمق اللوني هو عدد الظلال المختلفة لكل لون. إجابة صحيحة. تكون الصورة المحفوظة بنظام التدرج الرمادي أكبر من في مساحتها التخزينية من الصور الملونة. إجابة خاطئة. من إجابات امتداد الجيف لحفظ الصور أنه يدعم الرسوم المتحركة. الجيف يدعم الرسوم المتحركة. إجابة صحيحة. تسمح لك الطبقات بإجراء التغييرات بسرعة وفاعلية ودون القلق من ارتكاب الأخطاء. إجابة صحيحة. لا يمكن تغيير شفافية الطبقات في برنامج جيمب. إجابة خاطئة. يوجد أكثر من طريقة لتحديد أجزاء من الصورة في برنامج جيمب. إجابة صحيحة. يمكن تكبير الرسوم المتجهة دون ظهور أي تشوه أو تشتت للصورة. إجابة صحيحة. مراجعة الوحدة الثانية. اختر الإجابة الصحيحة. نظام مصمم لمراقبة البيانات وتقديمها إلى نظام آخر أو لخادم أو شبكة أخرى. نظام التحكم، التوزيع، المراقبة، المراقبة. نظام يقوم بإدارة أو توجيه أو إعطاء أوامر أو تنظيم سلوك الأجهزة أو أنظمة أخرى. تحكم، توزيع، المراقبة، التحكم. جهاز يمكنه قياس التغيير في العوامل البيئية المحيطة كالضوء والضغط ودرجة الحرارة. المستشعر، محرك، مولد، المستشعر. مستشعرات تستخدم المجال الكهرومغناطيسي والضوء والصوت لاكتشاف وجود أجسام حولها أو قربها. مستشعرات اللمس، مستشعرات الضغط، مستشعرات التقارب. قدرة نظام الحاسب على تقليد أفعال البشر مثل التعلم وحل المشكلات، ذكاء اصطناعي، برمجة، معالجة، الذكاء الاصطناعي. تقنية تعتمد على جلب العناصر المصممة بالحاسب ودمجها مع البيئة الواقعية لتعزيز الواقع بهذه العناصر: الواقع المختلط، الواقع المختلط، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي المعزز. واقع محوسب يحاكي بيئة حقيقية ويسمح للمستخدم التفاعل معه في عالم افتراضي بالكامل.
مختلط معزز افتراضي افتراضي. تقنية تستخدم في الهواتف المحمولة للدفع في المحلات التجارية NFC 4G Wi-Fi NFC. من مميزات تقنية الاتصالات من الجيل الخامس FG 5G زمن وصول أكثر، استهلاك عالي للطاقة، زمن وصول أقل، زمن وصول أقل. ضع علم الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارة الخاطئة. في أنظمة المراقبة تعتمد عملية المراقبة المتزامنة على المستشعرات. إجابة صحيحة. يعد مكيف الهواء من أمثلة نظام التحكم المفتوح. إجابة خاطئة. تعد الثلاجة من أمثلة نظام التحكم المغلق. إجابة صحيحة. من التأثيرات السلبية للروبوتات القيام بمهام البشر والاستغناء عن القوى العاملة وزيادة البطالة. صواب. الترجمة بمساعدة الحاسب أحد تطبيقات تعلم الآلة. إجابة صحيحة. تقتصر تطبيقات الواقع المعزز على الألعاب والترفيه. خطأ. تقوم الحوسبة الكمية على مبدأ الاستفادة من وجود الجسيمات تحت الذرة في أكثر من حالة في نفس الوقت. صواب. تتمثل مبادئ إدارة النفايات الرقمية في التقليل منها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. صواب. الموضوع الصحيح والصحي لشاشة الحاسب أن تكون في مستوى أعلى من مستوى العين. إجابة خاطئة. الوحدة الثالثة. اختر الإجابة الصحيحة. توجد عناصر التحكم بالنماذج داخل هذا الوزن Body, Head, Form, Form. النموذج Form هو مستند يحتوي على حقول لإدخال البيانات. إجابة صحيحة. وسم Input لا يحتوي على وسم إغلاق. إجابة صحيحة. في النهاية أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.